نروح بقى الخبر تاني بعيد عن الخبر المؤسف ده. طيب، بعد تجربة إعادة تأهيل وافتتاح دور السينما المقفلة في جنوب وشمال لبنان وتحويلها إلى مساحات ثقافية مستقلة ومجانية، بدأت جمعية تيرو للفنون ومسرح اسطنبولي أعمال إعادة تأهيل سينما الكوليزي التاريخية في بيروت، واللي بتعتبر واحدة من أقدم دور العرض السينمائي في لبنان، بهدف تحويلها إلى المسرح الوطني اللبناني في بيروت يا دينا. الهدف من إعادة تأهيل سينما الكلوزية التاريخية في بيروت إنها تكون مساحة ثقافية حرة ومستقلة مجانية للناس، تنظم فيها ورشات تدريبية ومهرجانات وعروض فنية ومكتبة عامة ومقهى فني. تعالوا نعرف أكتر عن الجهود دي من الممثل والمخرج قاسم اسطنبولي، مؤسس المسرح الوطني اللبناني، اللي بينضم لنا من بيروت عبر الزوم. صباح الورد على حضرتك. صباح الخير لحضراتكم ولجميع المشاهدين. تشرفنا. عايزين نتكلم مع حضرتك او تكلمنا اكتر عن جهود اعاده تاهيل سينما الكوليزي التاريخيه في بيروت. طبعا سينما الكوليزي هي واحده من اقدم دور السينما الموجوده بالشارع الحمراء ببيروت، وللاسف العديد من دور السينما اقفلت يعني من الثمانينات والتسعينات، فاليوم عوده هذه السينمات هي عوده للذاكره، عوده لتتحول لتكون مساحات ثقافيه مستقله للناس. وبالنسبه لنا نحن من خلال تجربتنا بجمعيه تيرو للفنون قدرنا على يعني اعاده العديد من دور السينما بجنوب لبنان وبشمال لبنان، وحاليا هذه التجربه الخامسه باعاده تاهيل سينما الكوليزي، واللي هي بتشكل ذاكره لبيروت وتشكل ارث تراثي وفني، فالحفاظ عليها هو حفاظ على ذاكره، وترجع يكون في نهضه ثقافيه وتربط المناطق بين بعض عبر المسرح الوطني اللبناني، عبر هذه المساحات ان كان بجنوب ولا بشمال ولا بالعاصمه بيروت. طب ايه اهدافكم من اعاده احياء السينمات المقفله؟ هلا السينمات يعني لما بترجع عم تفتح من جديد، اولا هي بتشكل ذاكره بهويه المدينه، وعوده هذه السينما يعني عم تتحول لتكون مسرح وسينما ومكتبه عامه ومقهى فني، فبتصير في تنظيم ورش تدريبيه ومهرجانات وبتكون مساحه حره للناس، يعني هذا الهدف من المشروع، وخصوصا لما كنا عم نشتغل بالمناطق اللي هي مهمشه ثقافيا، فلما بتفتح هذه السينمات عم ترجع تساهم بالتوازن الثقافي، بتعزز اللامركزيه الثقافيه، وهذا مهم، يعني مهم يكون بكل مدينه في مسرح، في سينما، في مركز ثقافي، هذا بيساهم بالتنشئه وبالوعي وبانه الناس يكون لها حق بالفنون، الفن حق للجميع، حق للكل يتعلم فن ونشوف فنون مختلفة، نشوف فنانين بيجوا من العالم، نعمل مهرجانات فنية وهيك نتعرف على ثقافات بعض، وهذا بيغني وبيبني جيل ثقافي، بيبني جيل مسرحي وسينمائي، وهذا نحن بحاجة له. وكمان هذه السينمات الناس بتجي بتزورها كمعلم سياحي، لأنه هذه السينما القديمة مثل ما بنشوف كمان بكثير من العواصم العربية، مثلا بالقاهرة في عدد كبير من دور العرض السينمائي اللي هي بتشكل طبعا هوية، لأنها ارتبطت بأسماء مسرحيين كبار وسينمائيين، فهويتها وعندها هوية مختلفة. فإذا بنشوف مثلا بالمسرح الوطني اللبناني بيصير في يعني زي معرض فني بيحتوي المقتنيات القديمة، كمان الحفاظ على الأرشيف والملصقات والأفلام، هذا مهم لأنه في أرشيف سينمائي ممكن عم يختفي، وهذه الملصقات هي جزء من هوية أي بلد، فكيف إذا هي السينما اللي هي بتشكل تراث وهوية وإرث لأي بلد بالعالم. يعني أستاذ قاسم خليني أقول لك، ورغم الظروف ولكن الفيلم اللبناني والسينما اللبنانية وحتى المسلسلات اللبنانية في حالة تطور وتقدم، وإحنا شايفين ده بشكل واضح خلال السنوات الماضية. هلا طبعا اليوم صناعه السينما يعني بتعاني نوعا ما بسبب انه غياب الدعم، غياب اليوم كلها مبادرات فرديه من المخرجين اللبنانيين، وتحيه لصناع السينما ان كنا عم نحكي عن الشباب المخرجين اللي عم يصنعوا افلام قصيره او الافلام الطويله اللي عم تظهر، فنحن حاليا كمان اليوم حنطلق الدوره الثالثه من مهرجان لبنان السينمائي لدوري الافلام القصيره في مدينه طرابلس بمشاركه 64 فيلم، عندنا عدد كبير من الافلام من الدول العربيه ومن اسيا اوروبا افريقيا، وهي عم نشوف ثقافات من العالم من 25 دوله، حيكون الجمهور من 11 ل 14،
مايو عم نشوف افلام بشكل يومي ثلاث ساعات من السينما، وهيك عم نشوف انه السينما للجميع، وبمناسبه ترامس عاصمه الثقافه العربيه، فمبروك لهذه المدينه اللي عم نحتفى فيها عربيا، وان شاء الله كل عواصمنا العربيه تزدهر ويكون فيها حريات، يكون فيها فنون وثقافه ان شاء الله. إن شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا الممثل والمخرج قاسم اسطنبولي، شكرا جزيلا.